بعضمه لسانه. ما تقولش امين شرطه اسم الله. طبعا رحمه الله على صلاح جاهين الرائعه بتاعته واللي غنتها سعاد حسني على الانسان اللي مختال اللي فاكر نفسه يا ارض تهدي ما عليك يأدي اللي ماشي طايح. الكلام ده ملوش علاقه بالملاعب، لكن شفنا هذا السلوك في المباراه الاحتفاليه. مبدئيا الاهلي ما كانش عايز حفله، فاللي يكلمكم يقول لكم بروتوكول، لا مفيش بروتوكول. الخطاب الحقيقي اللي راح للاتحاد الكوره من النادي الاهلي يا باشمهندس، الاهلي رافض الاحتفال علشان الموسم ما انتهاش. سلمونا الدوري. الاهلي عنده تمرين بكره، الناس لمت الورق وروحت. موسيماني بيجمع الفريق بكره عشان عنده ترتيبات للنهائي الافريقي. فالاهلي هو اللي طلب عدم الاحتفال. اتحاد الكوره والشركه الراعيه صممت ان لازم أن يبقى في صوره للاحتفاليه، خلاص على الرحب والسعه. ايه اللي حصل؟ اتحاد الكوره الاستاذ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد ما جاش. ده نهايه موسم. وزير الشباب والرياضه ما جاش. ده نهايه موسم. بس القصد في الموضوع الاهلي مش عايز حفله. مجلس اداره اتحاد الكوره ما بيبعتش الرئيس، كمان ما بيبعتش النائب، بيختار عضو في مجلس الاداره. ماشي، كابتن محمد فضل، على خلفيه انه راجل ابن الاهلي ويجي يفرح ويحتفل مع النادي الاهلي. دي المفروض اللي جاي بمشاعره وجاي بعواطفه وجاي بخلفياته يا باشمهندس. شوف، هنحاول نلتزم بأكبر قدر من الموضوعية في التحليل، وألا نسمح للشعور الشخصي أو الغضب أن يتدخل. قد يكون بعض الاندهاش موجود نتيجة أن التصرف واضح مش محتاج. إنما أنت قلت رئيس الاتحاد ما جاش، عنده حاجة شخصية والدته ربنا يشفيها، ولم يأتي نائب رئيس الاتحاد. وكان بمقدور الكابتن الخطيب كما سمع انه طيب انت بعت لي عضو مجلس اداره، انا هيرافقه عضو مجلس اداره. ولكن كابتن الخطيب احتراما منه لاهتمام الجبلاه بانها تسلمه الدرع في الملعب، وكانه فضل او تفضل، كانه فضل منه. هنعتبر ان ده سلوك حميد انك انت تيجي تعمل هذا الكلام، خاصة الأهلي طلب عدم المغالاة في الاحتفالية. الاحتفالية كان معمولها ترتيبات تانية خالص ومفاجآت تانية خالص. كابتن خطيب عارف إن أهم حاجة عندنا أفريقيا، فما كانش عايز ياخد الفرقة في فكرة إن الدنيا انتهت على كده ونحتفل بقى. اللي حصل بقى من السرد اللي جاي هيقول لك هو أنا جاي أسلمك الدرع، مش جاي أفسد لك اليوم. أيا كان مين الغلطان في الملعب، بعد ما نتفرج نبتدي نحلل ونقول رأينا ايه في الموضوع دون تحيز او تحامل. دون تحيز او تحامل.